أهلا بكل الأصدقاء والصديقات اللي بيتابعونا في فقرتنا اليومية توتا توتا وفي الحظر حدوتة. حدوتتنا النهاردة يا أصدقائي زي ما أنتوا شايفين معايا كده تتوقعوا هيكون مين بطلها. كتير منكم عارف الريش ده ريش إيه؟ أي طائر؟ ممكن يكون شافه في حديقة الحيوان أو شافه في التلفزيون. ده ريش من الطاووس، والطاووس إحنا عارفين إنه طائر بيتميز بديل جميل جدا. الديل ده ريشه الحقيقة ألوانه زاهية وجميلة ومتنوعة، وكلنا بنحب نتفرج على الطاووس وعلى ديل الطاووس. ودايما لما بنحب نوصف شخص بأنه لا قدر الله بقى مغرور نقول أنه عامل زي الطاووس، لأن الطاووس من الطيور المعتزة جدا بشكلها وبجمالها. قصتنا النهاردة يا أصدقائي بعنوان ملك بلا عرش. يعني إيه ملك بلا عرش؟ إحنا عارفين أن أي ملك بيبقى له عرش أو كرسي عرش بيجلس عليه. ديل الطاووس بالظبط بيبقى عامل زي كرسي العرش شكله، لكن بطل قصتنا النهارده ازاي ملك وازاي بلا عرش. تعالوا نبدا نحكي قصتنا، وقصتنا بتدور احداثها في الغابه، وبالتحديد في يوم من الايام ملك الطواويس قرر انه يعمل اجتماع ويجتمع بالطواويس الشابه عشان يختار منها طاووس يساعده في شؤون الحكم ويبقى امير الطواويس. كل الطواويس حضرت الاجتماع وكل واحد منهم بيحلم ان هو يكون الامير، لكن ملك الطواويس يا اصدقائي الحقيقه حط شرط وقال لهم انا هديكم مهله لمده شهر واحد، وبعد كده هجتمع بيكم كل واحد يقول لي ازاي هو في الشهر ده عمل شيء مميز. الطاووس اللي هختاره لازم يكون طاووس مميز. يعني ايه مميز؟ كلهم سالوا السؤال ده، قال لهم كل واحد فيكم يفكر ازاي يبقى مميز، وهشوف كل واحد فيكم عمل ايه وازاي تميز، واكتر واحد تميز هو اللي هيكون الامير. طاووس الشابه اللي حضرت الاجتماع كل واحد فيها قعد يفكر ازاي ابقى مميز، ازاي ابقى مميز. بطل قصتنا الطاووس الحقيقه ما كانش حاضر الاجتماع وما راحش، لانه ما بيحلمش انه يبقى امير ولا يبقى ملك. اصدقائه لما قابلوه قالوا له انت ما جيتش الاجتماع ليه؟ قال لهم انا مش بحلم اكون الامير، بس عشان كده انا ما جيتش. سألوه طب ازاي نتميز؟ الحقيقة قال لهم معرفش، كل واحد فيكم يفكر ايه الحاجة اللي ممكن يبقى يعملها وتخليه متميز عن الآخرين. الطواويس التانية فكرت، واحد منها فكر انه يحط بعض الزهور في الريش بتاعه، حد تاني فكر انه يحط بعض الأحجار لما الشمس تنعكس عليها تعمل شكل جميل جدا. لكن بطل قصتنا الحقيقة مفكرش في ولا حاجة من دي. مشي بطل قصتنا في الغابة، وهو ماشي لقى الحطاب العجوز قاعد تعبان من الحر وبيقول آه أنا تعبان وعرقان، لو بس شوية هوا، نسمة هوا بس تيجي كده تديني شوية انتعاش كده أقدر أواصل الشغل. فكر الطاووس وقال له أنت عايز حاجة تديك انتعاش؟ الحطاب قال له يا ريت، بس فين؟ الجو حر جدا، لو كان معايا بس مروحة كنت قدرت إن أنا أهوي بيها شوية و الهوا كده ينعشني ويخليني كده يعني أقدر إن أنا أكمل يومي بكفاءة كده وبنشاط. فكر الطاووس وراح بعيد وأخذ بعض من ريش الديل بتاعه وربطه بحبل لقاه على الأرض وقدمه للحطاب العجوز وقال له إيه رأيك في المروحة دي؟ الحطاب فرح وقال له الله، مروحة من ريش الطاووس بتبقى جميلة قوي، والهوا هيبقى هوا منعش وجميل لأن الريش كده هيديني هوا ناعم وناعس كده وحلو يخليني كده منتعش. الطاووس بسط جدا انه قدر يسعد الحطاب العجوز. واصل رحلته وهو ماشي لقى بنت جميلة بتعمل من الخوص حقيبة كده شكلها حلو، وقاعدة بتقول يا سلام بكرة عيد ميلاد ماما، وانا عايزة اقدم لها الحقيبة دي هدية ليها، بس لو كنت اقدر ازينها بأي حاجة يا سلام، لو اقدر احط فيها ريش جميل كده زي ريش الطاووس اللي بشوفه هبقى مبسوطة جدا، وماما كمان هتفرح بيها جدا. سمع الطاووس البنت وانتزع ثلاث ريشات من الريش بتاعته وقدمها لها وقال لها ايه رأيك في الريش ده تزيني بيه حقيبة ماما اللي هتقدميها لها بكرة في عيد ميلادها؟ البنت فرحت جدا وقالت له الله، دي تبقى هدية جميلة قوي، ماما هتتبسط بيها جدا جدا جدا، وهتبقى حقيبة جميلة جميلة جميلة، هي كمان هتتبسط بالحقيبة دي، وكفاية ان انا اللي عملتها بايديا، وكفاية ان انت اديتني ريش من ريشك، انا بشكرك جدا جدا انك ضحيت بريشك عشان تسعدني وتسعد مامتي. الطاووس كان فرحان جدا جدا انه شاف البنت سعيدة، وفرحان كمان انه شاف الحطاب سعيد. واصل رحلته وبعدين سمع صوت طفل بيبكي، ايه ده؟
كوخ صغير في الغابة، وقف الطاووس ولقى من نافذة الكوخ ده طفل مريض، وبيقول لوالدته: أنا نفسي أشوف الطاووس، نفسي قوي أشوفه، نفسي أتفرج على ريشه الملون ده. يا سلام يا سلام لو عرفت كده كمان يبقى عندي ريش من ريش الطاووس ده أحطه جنبي كده وأتفرج عليها، أبقى مبسوط قوي. الطاووس ساعتها بص لنفسه، بص في البحيرة، لقى إن شكل ديله ما عادش زي الأول، ديله ناقص منه ريش كتير، فرقه على الحطاب وفرقه على البنت وما بقاش عنده ريش كتير لأنه هو لسه كمان صغير، الريش بتاعه ما نماش بشكل كبير. فكر الطاووس وبقيت الريش اللي فاضل، أخذ منه ريشتين وقال: أنا هديهم للولد المريض وهطلب من ملك الطواويس إنه يحقق له رغبته. جه يوم الاجتماع والطاووس ملك الطواويس اجتمع مع كل الطواويس الشابة عشان يشوف كل واحد فيهم قدر يعمل ايه. طاووس منهم كان مزين الريش بتاعه بزهور نادرة، وقف وقال له: أنا مميز، أنا الريش بتاعي غير أي طاووس تاني، مشيت كتير في الغابة وقعدت أدور على الزهور النادرة اللي محدش بيلاقيها، وتعبت قوي قوي عشان أحصل عليها وزين الريش بتاعي، وشايف شكلي بقى جميل ازاي يا ملك الطواويس، أكيد هتختارني أنا. ملك الطاووس بصله وقال له: خليك للآخر لما أشوف كل زمايلك عملوا إيه، وساعتها هقرر مين هو الأمير. طاووس تاني جه قال له: أنا أستحق أبقى أمير الطواويس، أنا تعبت كتير قوي عشان أحصل على أحجار بكل الألوان، حجار خضراء وأحجار حمراء وأحجار صفراء وأحجار كمان بنفسجي، كل الأحجار دي أنا تعبت قوي عشان أثبتها في الريش بتاعي، وشوف لما الشمس كده بتيجي أشعتها على الريش بتاعي الأحجار دي كلها بتلمع كده، بتبقى عاملة لون جميل وشكل جميل قوي 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 زي أشعة الشمس، أنا أستحق أبقى ملك الطواويس. ملك الطواويس بصله وقال له: خليك، ولما أشوف بقية زمايلك عملوا إيه هنا بس هقدر أقرر مين اللي يستحق يبقى أمير الطواويس. بطل قصتنا الطاووس من بعيد جه، كلهم بصوا له وقالوا له: انت جاي هنا تعمل ايه؟ انت مش شايف شكلك عامل ازاي؟ انت خلاص الديل بتاعك الريش بتاعه تناقص وبقى شكله الحقيقه يعني مش حلو خالص، ازاي تفكر اصلا انك تيجي الاجتماع؟ وازاي عندك امل ان ممكن ملك الطواويس يختارك وتبقى امير الطواويس؟ انت مش شايف احنا كلنا اهتمينا بشكلنا ازاي؟ ملك الطواويس لما شاف الطاووس ده استغرب جدا من شكله وقال له: تعالى. الطاووس الشاب قال له: أنا ليا طلب عندك يا جلالة الملك، أنت دلوقتي عامل اجتماع عشان تختار أمير الطواويس. الملك قال له: وأنت نفسك تبقى الأمير؟ قال له: لا، أنا عمري ما فكرت أبقى الأمير، أنا جاي هنا عشان أطلب منك تساعد الطفل الصغير، الطفل الصغير المريض اللي نفسه يشوف طاووس، يا ريت لو تقدر بس تقف حتى من بره يشوفك من الشباك بتاع الأوضة بتاعته هيبقى سعيد جدا. قال له: طب وأنت إيه اللي حصل في ديلك؟ الطاووس الشاب حكى للملك كل الحاجات اللي عملها، وازاي مشي في الغابة، وازاي فرق الريش على الحطاب العجوز عمل له مروحة، وازاي البنوتة الصغيرة اداها الريش عشان تزين حقيبة مامتها، وازاي باقي الريش اداه للولد الصغير عشان يفرح بيه، لكن الولد كان برضو لسه عنده أمنية انه يشوف طاووس حقيقي ويشوف الريش بتاعه وهو مفروض شكله جميل ازاي. ملك الطاووس هنا سكت وقال له: أنا دلوقتي بس هقول لكم مين اخترته يبقى هو أمير الطواويس ويساعدني في شؤون الحكم. كلهم طبعاً كانوا مستنيين مترقبين، ترى هيختارني أنا؟ لا هيختارني أنا، لا هيختارني أنا. الملك فاجئهم وقال: أنا بختار الطاووس الشاب اللي ضحى بديله عشان يسعد كل الناس اللي حواليه، هو ده اللي يستحق يبقى الأمير، لأن الأمير لازم قلبه يبقى كبير، لازم يبقى بيضحي، ولازم يبقى بيفكر في غيره زي ما بيفكر في نفسه. من النهاردة أنت هتكون أمير الطواويس، ديلك ده هينمو من جديد تاني وهيبقى عندك أجمل ديل في الغابة. ودلوقتي حالا أنا هاجي معاك عند الولد الصغير، نروح له سوا وأعرفه بيك وأقول له ده الأمير الجديد، والولد إن شاء الله هيبقى سعيد إن أمير الطواويس قلبه كبير وعقله كبير وبيفكر في اللي حواليه ودايما عنده إنسانية، ودايما غير أي طاووس بنقول عليه مغرور لأنه معتز بشكله. أنت مش كنتش معتز بشكلك، بالعكس أنت فكرت تسعد اللي حواليك وترسم البسمة على وجوههم، ودي أحلى هدية ممكن تقدمها لهم. من النهاردة أنت هتبقى
ملك الطواويس، وبكرة لما تكبر هتبقى كمان أمير الطواويس وملك الطواويس في نفس الوقت. أنت تستحق لقب الأمير، وأنا فخور أنك تساعدني في شؤون الحكم. أصدقائي صديقاتي، دي كانت قصتنا النهاردة، ملك بلا عرش، وكان بطلها طاووس. الحقيقة فكر يسعد اللي حواليه فاستحق أن يكون لقب أمير الطواويس. أشوفكم في قصة جديدة، وتوتة توتة، وفي الحظر حدوتة.